الله عز وجل يلهمك احيانا لطفا في العباره مثل يوسف عليه السلام. في قصه انا بقولها، هل هي تدخل في اللطف ولا لا؟ هذه امراه شرت لها بيت اذكر 80,000. سلام، شرت لها بيت ب 80,000، قديم الكلام هذا، ب 85,000 وليس ب 80,000، ب 85,000. فلما جت عند كتابه نقل البيت لها ما كان معها الا 80,000. فعطت الشيخ وعد قال هاي 80,000. قال باقي، قالت 5 والله ما عندي وكذا. قارع البيت لا، إذا ما فيه 5,000 البيعة لاغية، 85 غيره ما راح يعني. وإذا برجل جالس هناك فجاء لمهم قال كم المتبقي؟ 5,000. عندي 5,000. هذا لطف من الله. اي والله، اي والله، شوف كيف سخرها الله. الله يهيئ. ثم سبحان الله سخر الله لهذا الرجل، هو قحطاني اللي ولا لا؟ مين قصته هي؟ الا واحد قص علينا ما ادري قحطاني ولا عم. لكن فتح الله عز وجل عليه بسبه ال 5,000. هذا لطف من الله سبحان الله. فنسأل الله عز وجل أن يسعدنا جميعا. أنت أثرت قضية مهمة. المرأة هم أيتام فعلا. نعم هم أيتام. في يعني نقطة أثرتها وهي نقطة حقيقية مهمة جدا.